انا هاخد منك، لانه الحقيقه يا شادي خلينا نقول ان النهارده والاول مره الشعب المصري بيقف قدام معنى جديد لكلمه العبور، وكلمه السيد الرئيس وجهت بشكل مباشر ان العبور ما كانش عبار قوات واسلحه ومدرعات والويه وفرق ابدا. ده اكد النهارده والاول مره قدام الجميع ان العبور كان عبور خروج من حاله الياس اللي فريده اتكلمت عنها لحاله الانتصار والزهو. أيوة. خليني افكرك وافكر استاذه فريده وافكر نفسي وكل الناس. انا كنت طفله صغيره في الحرب فما كنتش مدركه طبعا. لكن كل حاجه اتنقلت لنا سواء في الدراما او في الحكي او في ذكريات اللي رجعوا كانت بتقول ان صفارات الانذار لما بتضرب كل المصريين وقتها كانوا بينزلوا على المخبأ، وكان قدام العمارات في السواتر المبنيه من الطوب ده، الرمل ده وكان في كمان مبنى طوب كده قدام باب العماره او المدخل. أيوه. والناس تطفي النور. بمجرد اعلان البيان الاول والخروج من الحاله اللي فريده بذكاء شديد لمستها اللي هي حاله فقدان الثقه وان احنا مش مصدقين وهنحارب امتى وكان في مظاهرات بتقول يلا نحارب، خرج المصريين من الحاله دي بعد ما رموا دنهم للقنوات الاجنبيه وقتها بعد البيان الاول عشان يتاكدوا. وبمجرد ما تاكدوا بقوا يعني عظمة ناشفة جدا تحت رجلين قوتهم وشعبهم، وبدأوا بدل ما ينزلوا للملاجئ يا فريدة يطلعوا على السطوح يتفرجوا. طبعا. وكأن الطيارات اللي بتقع في معركة الدلتا الرهيبة سواء معركة المنصورة طبعًا. او البرولوس. النزول بتاع القطع المسلحة دي الإسرائيلية اللي كانت بتشكل في الوعي المصري حالة من المبالغة الشديدة جدا. أيوه. والإعلام الإسرائيلي وقتها لعب، وللأسف يعني نخب كتير خدمت على الفكرة دي ان ده الجيش الذي لا يقهر، القوة المستحيلة. خط برليف الذي برضو أكبر مانع ساتر عشان يقع. معلش أنا أقول لك حاجة على بخراطين المية وقعناه. عايز أقول لكم حاجة من الحاجات اللي كانت بالنسبة لي مؤشر بجد حتى في وعي أنا وأعتقد أن الرئيس كان بيقصدها النهاردة. الطيارات لما كانت بتقع كانت إثبات الرد على الشائعات إنها تتحط قدام مباني المحافظات اللي وقعت فيها وفي أهم ميادين في شوارع هذه المحافظات، يعني قدام مثلا مبنى محافظة الدقهلية اللي اتفجر وخليك عارف إنها الدقهلية، اتحطت الطيارات الفانتوم اللي كانت بتشكل أسطورة في وعي المصريين وصوتها يخوفهم وحالة من الرعب ترتكب يعني تبقى جواهم كده. والمصريين يا فريدة عملوا شيء عجوبة، قطعوا الألمونيا وحولوها لأريال تلفزيون. أيوه. لأنهم لا ما احنا في الحاجات دي يعني ما نتوصلش. يعرفوا.